السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي طلبة طلبات الصف الخامس، أهلا بكم مرة تانية في جزئنا التاني من درسنا التاني من وحدتنا التاسعة، واللي بيكلم لي فيها عن عنوان اسمه The Travelers and the Tree، طبعا معناها المسافرون والشجرة. هيحكي لنا حكاية المسافرين اللي كانوا ناكرين للجميل بتاع الشجرة. تعالوا يلا نبدأ كلماتنا، بس قبل ما نبتدي لو ما كنتش اشتركت في القناة اشترك بسرعة، ولو ما كنتش فعلت الجرس فعل الجرس عشان يجي لك تنبيهات بكل الحلقات اللي جاية ان شاء الله. اول كلمة طبعا a branch of a tree، a branch of a tree دي معناها فرع شجرة او غصن شجرة. shelter 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 يعني مأوى. exhausted 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 معناها مرهق يعني منهك جدا. trunk of a tree trunk of a tree ودي معناها جذع الشجرة. تعالوا يلا نشوف الاكسترا فوكابيولري اللي هو مدهالي. عندنا كلمة fable 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 حكاية رمزية. land 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 famous famous wrist wrist country country area area shade shade breeze 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 useless 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 comfortable 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 tired 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 both both value 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 wide wide nuts nuts travelers travelers trader 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 field 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 idea idea hungry hungry ungrateful 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 probably 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 dry 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 meeting point meeting point meeting point. تعالوا يلا حبايبي نشوف تصريفات الافعال اللي هو مديها لي. هنبدا بالافعال المنتظمه. عندنا كلمه rest rest الماضي بتاعها rested rested enjoy enjoy enjoyed enjoyed save save saved saved thank thank thanked thanked give بالنسبه للافعال غير منتظمه give give gave gave fall fall fell fell wake wake woke woke keep keep kept kept kept. تعالوا يلا نشوف اهم البربوزيشنز والاكسبريشنز اللي هم مديها لي. اول اكسبريشن عندي move across move across معنى يتحرك او ينتقل عبر. fall asleep fall asleep fall asleep يعني يستغرق سريعا في النوم. look up look up يعني ينظر لاعلى. look around يعني ينظر حوله. feel sorry يعني يشعر بالحزن. a meeting point for يعني نقطة التقاء لي. a meeting point for wake up يعني يستيقظ. keep us cool يعني تبقينا باردين. neither of or neither of يعني النطقين حبيبي صح ممكن أو neither of or neither of ودي معناها أي منهم. لو بصينا كده حبيبي على definitions اللي هو مديها لي مديني كلمة breeze اللي هو الرياح الخفيفة أو النسيم. is a little wind is a little wind useless useless حبيبي يعني عديم النفع أو الفائدة. قال لي when something is useless we can't use it لما يبقى شيء عديم النفع ما بنقدرش نستخدمه. ungrateful ungrateful حبيبي معناه أنه ناكر للجميل أو جاحد. when someone is ungrateful they don't thank others for doing something good طبعا ما بيشكروش الناس على حاجة كويسة عملوها. comfortable comfortable حبيبي بمعنى مريح. اللي when something is comfortable لما شيء بيبقى مريح. it's nice to sit on or wear بيبقى كويس انك تقعد عليه او ترتدي. عندنا كلمة meeting point يعني نقطة التقاء. اللي is somewhere where people meet طبعا ده مكان الناس بتتقابل فيه. تعالوا يلا حبايبي نشوف المين بوينتس بتاع درسنا. بيقول لي the tree was the only tree in a field بيقول لي كانت هي الشجرة الوحيدة في الحقل. the travelers rested under the tree where there is some shade بيقول لي ان المسافرين دول ارتاحوا تحت الشجرة حيث وجدوا بعض الظل. travelers enjoyed the shade and the cool breeze طبعا استمتعوا بالظل وكمان النسيم البارد. in the end يعني في النهاية the travelers were sad about being unkind to the tree كانوا حزنانين جدا لأنهم كانوا مش طيبين أبدا مع الشجر. تعالوا حبايبي يلا نشوف حكايتنا. بيقول لي once دي حبايبي يعني ذات مرة وطالما جابها في البداية بإذا هيكلم لي في الماضي. بيقول لي once there was a very big old tree in a hot dry land كان في شجرة كبيرة في أرض جافة وحارة. it had lived for many years هناك طبعا من سنوات كثيرة. its trunk was very wide
والحباب الجيزه بتاعها كبير جدا. and it had many green branches، وفيها طبعا فروع خضراء كتير. it was famous because it was the only tree where it lived. بقول لي كانت مشهوره لانها كانت الشجره الوحيده في المكان اللي هي فيه. and it gave shelter and rest to hundreds of travelers، وكمان بتوفر مأوى وراحة لمئات من المسافرين. as they moved across the country، طبعا لما بينتقلوا عبر البلد. it was near four towns and many villages in its area and was a meeting point for traders، والحبايبي ان هي كانت قريبة من اربع مدن وكثير من القرى، وكمان كانت نقطة التقاء للتجار. One day two travelers who were new to the area were walking across the field and saw the tree. بقول في يوم من الايام كان اتنين مسافرين مش من المنطقة بيعبروا الحقل وشافوا الشجرة. It was a very hot dry day، وطبعا حبايبي ده كان يوم جاف وشديد الحرارة. and one of them said let's stop under that tree، فواحد منهم قال ما تيلا نقف تحت الشجرة دي. where there is some shade، هنتوقف عندها عشان فيه ظل. that's a very good idea said his friend، صديقه قال له ده فكرة جميلة جدا. they rested under that tree and drank some water، ارتاحوا تحت الشجرة وشربوا شوية مية. they then enjoyed the shade and the cool breeze، استمتعوا طبعا بالظل وكمان بالنسيم البارد. as they were exhausted they soon fell asleep، على طول لانهم كانوا مرهقين استغرقوا في النوم بسرعة. when they woke up one of the travelers felt hungry، لما صحوا بقى واحد منهم شعر بالجوع. neither of them had any food in their bags so they looked up at the branches of the tree، فيش ولا واحد فيهم طبعا كان معاه طعام في الشنطة بتاعته فبصوا على طول على فروع الشجرة. this tree is useless، واحد منهم قال ايه الشجرة اللي عديمة الفائدة دي. one of them said it has no food for us، الفروع بتاعتها ما فيهاش اي ثمار لينا. there are no nuts or fruit on its branches but it has shade and it's keeping us cool said the other، التاني قال له بس خلي بالك ان هي مدتنا بالظل وكمان خلتنا نحافظ على برودتنا. but the tree heard the first traveler's words and it was angry، لكن الشجرة سمعت المسافر الاولاني وكلماته اللي قال فيها ان الشجرة دي عديمة الفائدة وكانت غضبانة جدا. how can you be so ungrateful it said، فبتقوله ازاي انت تكون جاحد كده وناكر للجميل. you came to me feeling hot and tired، انت لما جيت لي كنت تشعر بالحر والارهاق والتعب. I gave you a cool comfortable place to sleep and I probably saved your life، انا زودتك بمكان مريح عشان تقدر تنام فيه واحتمال كمان ان انا انقذت حياتك. look there is no other cool place to sleep near here، مش اي مكان بارد هنا قريب تقدر تنام فيه. the travelers looked around them and saw the tree was correct and felt very sorry، فلما بصوا حواليهم لقوا ان الشجرة محقة وشعروا بالأسف جدا حبايبي على الكلام اللي قالوه عن الشجرة. بقول لي بقى حبايبي the moral of the story، طبعا الدرس المستفاد من القصة دي ايه؟ قال لي it's important to give value to small things in our lives، طبعا حبايبي لازم نعطي قيمة للأشياء الصغيرة في حياتنا، اي حد يعمل لنا جميل لازم ندي له قيمته. تعالوا حبايبي بقى نشوف الجنرال اكسرسايزز اللي هو مديها لي على درسنا الثاني list part 1 and 2. طبعا السؤال الاولاني listening بيقول لي trees are tall plants، بقول الاشجار دي نباتات طويلة. they are very important for our earth، مهمة جدا لكوكب الارض. trees help clean the air، بتساعد في تنظيف الهواء. they give us a gas called oxygen، بتدينا غاز طبعا اسمه الاكسجين. people and animals need oxygen to breathe، طبعا سواء الناس او الحيوانات محتاجة اكسجين عشان تتنفس. many animals make their homes in trees، وكتير من الحيوانات بتعمل بيوتها في الاشجار. some trees can also give us food، يعني بعض الاشجار بتدينا طعم. number one bullet trees are very important for our earth، طبعا الكلام ده true. number two bullet trees give us carbon dioxide، بتدينا ثاني اكسيد الكربون. false said they give us oxygen. number three bullet people and animals need oxygen to breathe، طبعا بيقول ان الناس والحيوانات محتاجه اكسجين عشان تتنفس، اكيد طبعا الكلام ده true.
نمبر 4 بيقول animals can make their homes in deserts في الصحراء، لا طبعا in trees يعني في الأشجار. تعال نشوف يلا سؤال التوصيل، بيقول when something is useless لما الشيء ما يكونش مفيد أو يكون عديم الفائدة، إذن we can't use it مش هنقدر نستخدمه. اللي بعدها can you، طبعا حبايبي can you هيجي وراها مصدر لأن كان بيجي وراها فعل في المصدر وده سؤال، فأكيد هقول can you speak English يعني هل تستطيع أن تتحدث اللغة الإنجليزية. نمبر 3 بولي why are trees، طبعا حبايبي ده برضو سؤال فهقول why are trees important for humans يعني ليه الأشجار مهمة للبني أدمين. نمبر 4 بولي a breeze is on a breeze ده حبايبي يعني نسيم أو رياح خفيفة، فأكيد هقول is a little wind يعني رياح خفيفة. نمبر 5 بولي I couldn't read يعني أنا ما قدرتش أقرأ when I was two طبعا لأن الكلام في زمن الماضي يعني لما كان عندي سنتين اتنين ما كنتش بعرف أقرأ لما كان عندي سنتين. تعالوا يلا حبايبي نشوف القطعة بتاعتنا، بل once there was a very big old tree in a hot dry land it had lived for many years its trunk was very wide and it had many green branches it was famous because it was the only tree where it lived and it gave shelter and rest to hundreds of travelers as they moved across the country. One day, two travelers who were new to the area were walking across the field and saw the tree. It was a very hot, dry day and one of them said, let's stop under that tree where there is some shade. That's a very good idea, said his friend. تعالوا نشوف يلا حبيبي السؤال الأول بولي the underlined word الكلمة اللي تحتها خط wide means طبعا wide هنا حبيبي معناها big وbig معنى كبير. تعالوا يلا حبايبي نشوف نمبر 2 بولي how was the weather كيف كان الطقس، طبعا الطقس ساعتها حبايبي كان hot hot يعني حر. السؤال التالي بولي how was that tree useful for the travelers يعني ازاي حبايبي كانت الشجرة دي مفيدة للمسافرين، طبعا شكل ما شوفنا ان هي بتديهم مأوى وبتديهم طبعا راحة، يبقى هقول it gave them يعني بتديهم shelter and rest. طب تعال نشوف نمبر 4 بولي summarize the first paragraph in one sentence بولي لخص الباراجراف الأول حبايبي في جملة واحدة. باراجراف بيتكلم عن الشجرة القديمة اللي بتدي مأوى وبتدي راحة لكثير من المسافرين، يبقى إذن هقول a big old tree gives shelter and rest to hundreds of travelers يعني بتعطي مأوى وراحة لمئات من المسافرين. تعال يلا حبايبي نشوف سؤال نمبر 4 وده سؤال الترتيب can fast run the line very، طبعا هنا هبدأ بالأسهل بتاعي the line طبعا عندنا can يستطيع فعل في المصدر يبقى run وبعدين هقول very fast يعني الأسد يستطيع أن يجري بسرعة جدا. نمبر 2 بولي where saw the travelers ungrateful، طبعا عارفين المسافرين كانوا غير ممتنين جدا طبعا سو هنا بمعنى جدا، فإذا هقول the travelers were so ungrateful were so ungrateful. نمبر 3 بولي live the shells in snails can، يبقى إذا هبدأ طبعا بسنيلز حلزون can وكان بيجي وراها مصدر يبقى live in the shells يعني بتعيش في الأصداف. number 4 بقول could 5 you when you swim where، طبعا ده سؤال حبايبي يبقى هبدأ فيه بكود الفعل بتاعي you عايز اجيب وراه مصدر يبقى swim يبقى could you swim، طبعا عايز اقول بقى عندما انت كنت يبقى اذا هقول when you where. طيب
فين السن بتاعي؟ يبقى هقول when you were 5، يعني عندما كان عندك 5 سنين. يبقى could you swim when you were 5؟ يعني هل استطعت أن تعوم عندما كان عندك 5 سنين؟ تعالوا يلا يا حبايبي نشوف سؤال الترقيم. بيقولوا why is oxygen important for animals؟ طبعا why W هتبقى capital لأنها في أول الكلام. is oxygen important for animals؟ في الاخر question mark حبايبي عشان ده سؤال. bats can hide in the dark، طبعا البي بتاع bats capital. can hide in the dark يعني في الظلام، وفي الاخر حبايبي احط في الاسطوب لان دي جملة عادية جدا. تعالوا حبايبي يلا نشوف سؤال الباراجراف بتاعنا، واللي بيقول لي what could you do when you were 3، يعني ماذا استطعت ان تفعل عندما كان عندك 3 سنين. طبعا هنا هبدأ اعصر دماغي واشوف ايه الحاجات اللي انا كنت بقدر اعملها، وممكن برضه اجيب الحاجات اللي انا ما كنتش بقدر اعملها وانا عندي 3 سنين. طبعا حبايبي طالما قال لي اكتب عن الحاجات اللي كنت بتقدر تعملها وانت عندك 3 سنين، فلازم ابدأ كده. when I was 3 يعني لما كان عندي 3 سنين. I could يعني انا استطعت. walk ان انا امشي. and run يعني وكمان اجري. طب يا ترى كنت بعرف اعمل ايه كمان؟ هقول I could ride a bike. يعني كنت بعرف اركب دراجة. طب ممكن ايه كمان؟ هقول I could count to 10 يعني كنت بعرف اعد لغاية 10. طب ممكن ايه كمان؟ I could throw بول يعني كنت بعرف حبايبي ارمي الكرة. ممكن اقول كمان I could say some words in English يعني حبايبي كنت بعرف اقول بعض الكلمات بالانجليزي. كمان ممكن اجيب عن الحاجات اللي انا ما كنتش بقدر اعملها، يعني ممكن اقول مثلا I couldn't swim يعني ما كنتش بعرف اعوم. I couldn't read and or sorry or write يعني ما كنتش بعرف اقرأ ولا اكتب. وممكن اختم واقول I was very happy يعني انا كنت سعيد جدا. وبكده يبقى انا كتبت باراجراف بسيط جدا عن الحاجات اللي انا كنت بعرف اعملها وما بعرفش اعملها وانا عندي 3 سنين. Thank you very much for watching, but don't forget like, share, subscribe and don't forget the bell so that you can watch all our episodes. يلا لو ما كنتش اشتركت في القناة اشترك بسرعة، ولو ما كنتش فعلت الجرس فعل الجرس عشان يجيلك تنبيهات بكل الحلقات اللي جاية ان شاء الله. واستنونا في الحلقة اللي جاية واللي هنتكلم فيها عن الدرس الثالث في الجزء الاولاني فيه، واللي هيكلمني فيه عن الووتر سايكل دورة المياه. شير لكل زمالك عشان الكل يستفيد. Goodbye. السلام عليكم.